السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه نبتة فراولة مزروعة في البيرلايت، والبيرلايت هذا تعرض للعطش، ونلاحظ أن النبتة أزهرت رغم العطش ورغم نقص العناصر والأجواء. البيرلايت جاف تقريبا تماما، توجد فقط رطوبة في الأسفل، رطوبة بسيطة. الحين بيجيك واحد بيقول هي أزهرت لأنها حست أنها بتموت، حبت انها تحافظ على النسل حقها. طيب هذه نبتة ثانية جنبها محطوطة، هذه النبتة مرتاوية بالماء والتربة رملية، والنبتة ازهرت واثمرت كما نشاهد. التربة رملية ولكنها مرتوية بالماء. أيضا توجد بجانبها نبتة أخرى، هذه لا أزهرت ولا أثمرت والتربة رطبة. وفي الثالثة هذه ماتت، التربة بيرلايت وبيتموس. يعني مثل ما شفنا عندنا نباتات متنوعة في نفس المكان وتحت المناخ في تراب مختلفة، بيرلايت وبيتموس، وبيتموس وبيرلايت، وتربة رملية وسماد حيوان. طبعا هذا البيرلايت لو تم الزراعة فيه داخل محمية في النظام المائي، سوف يتفوق البيرلايت على جميع التراب. ولو تم الزراعة داخل محمية بدون النظام المائي في تربة البيتموس البوتنجسويل، سوف تتفوق تربة البيتموس على جميع التراب. ولكن لو تم الزراعة في الهواء الطلق خارجا في التربة الرملية المسمدة جيدا بالسماد الحيواني، سوف تتفوق هذه التربة الرملية على جميع التراب. يعني ما يستفاد من هذا؟ يجب اختيار التربة الملائمة لطبيعة مناخ المكان أو المنطقة. ممكن في هذا المكان تنفع التربة الرملية ولا تنفع تربة البيتموس، أيضا ما تنفع البيرلايت. أما أسلوب التعطيش، ممكن أنك تستخدم لتحفيز الإزهار فقط، ثم بعد ذلك ترجع لنظام الري السابق. هذا، وأتمنى لكم الفائدة، والسلام عليكم.